مئة من المواطنين والمقيمين بالإضافة إلى العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية شاركوا في حملة معا إلى الأبد سورا للوطن، والتي نظمها بنك الدم المركزي بمناسبة الذكرى 32 للغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت. هذه الحملة تأتي للسنة 7 على التوالي في إطار التعاون المشترك بين وزارة الصحة ممثلة في بنك الدم المركزي ووزارات الدولة بمشاركة الجهات ذات المسؤولية المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني. معا للأبد سورا للوطن، عنوان حملة التبرع بالدم للسنة 7 على التوالي التي نظمها بنك الدم المركزي بمناسبة الذكرى 32 للغزو العراقي الغاشم. احنا طبعا اليوم بس بروح تقريبا 2/8 ما قصروا، والمتبرعين مشكورين. تقريبا عدينا خلال موقعنا بالجابرية عدينا 200 كيس او 200 متبرع. في عندنا حملة خارج بنك الدم متوقعين ان فيها 100 الى 120 كيس تقريبا. في عندنا فروع بالكويت مثل ما تعرفونها اللي هي في جميع محافظات الكويت، متوقعينها من يب منها بما يقارب 100 كيس. أنا طبعا من هذا المنبر أحب أدعو كل المواطنين وأشكرهم على حضورهم بهاليوم وكل يوم، وأدعوهم للمشاركة ولا يبخلون علينا بالتبرع بالدم لمرضانا. تهدف الحملة زيادة الوعي لدى المواطنين والمقيمين بأهمية تعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي والتذكير بالتلاحم الوطني بكل أطيافه ودور الشهداء الأبرار الذين قدموا دمائهم فداء للكويت. تمر اليوم علينا 32 سنة على ذكرى الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت، وبنك الدم المركزي نظم هذه الحملة للتبرع بالدم للسنة 7 على التوالي، والحمد لله سنة عن سنة يعني تناوي نجاح أفضل من اللي قبله. طبعا آلية التبرع احنا هنا عندنا، احنا نستقبل المتبرع بالقسم الاستقبال مع إحضار البطاقة المدنية الأصلية. يطلع له الاستبيان، هي عبارة عن مجموعة أسئلة صفحتين بطن وظهر، يجاوبهم المتبرع على أساس الإجابات. يدخل إلى غرفة الفحص، ومن غرفة الفحص الممرض المختص يقوم فحص العلامات الحيوية للمتبرع، يشيك من أن المتبرع يعني كامل ومناسب للتبرع من مختلف النواحي. إحنا عندنا شروط للتبرع، وبعدها يتم يترحل إلى عملية التبرع نفسها. أثناء عملية التبرع لمن يدخل المتبرع غرفة التبرع تستغرق عملية التبرع ما بين 5 إلى 10 دقائق بالكثير. ممرضين على كفاءة عالية من تدريب وخز الإبرة، ومن بعدها يكون المتبرع خالص يستريح عندنا أيضا 5 دقائق. نتأكد من أن دورته الدموية سليمة 100%، ما يعاني من أي صداع أو أي دوخة، وتالي يتوكل على الله مشكورا. الحملة نفذت عبر المراكز التابعة لإدارة خدمات نقل الدم، وكانت تعبيرا من المواطنين والمقيمين عن مدى حبهم للكويت والمشاركة في هذه المناسبة الوطنية للتذكير ببطولات شهدائنا الأبرار. نواف شراكي، تلفزيون دولة الكويت.